تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تنطلق غدا فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي بتنظيم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يهدف المؤتمر لتعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي. عبر الهاتف ينضم معنا الدكتور صالح العنزي المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مساك الله بالخير دكتور صالح. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. الله يحييك دكتور. حدثني أكثر عن المؤتمر، ربما عن أهدافه بالتحديد. أولا أرحب بكم وبالسادة المشاهدين. ودي أيضا أسخص بعض المعلومات. وحقيقة انطلق المؤتمر اليوم، كانت انطلاقت المؤتمر برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وهذه بالمناسبة يعني أنا نتحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة مقامه الكريم. وحقيقة يعني هذه الرعاية جاءت امتداد لدعم القيادة حفظها الله للمبادرات الرائدة فيما يتعلق بتعزيز الانتماء الوطني والتعايش السلمي. وهو طبعا من ضمن المبادرات التي تقوم عليها الدولة بشكل عام على مستوى دولي في كل المجالات. هذا المؤتمر الذي انطلق اليوم بحضور معالي وزير التعليم وبحضور أيضا قيادات الجامعات السعودية، وهو هذا المؤتمر حقيقة يعني يهم جميع الجامعات السعودية بحكم يعني عنوانه وموضوعاته المدرجة خلال أعمال هذا المؤتمر الذي ينطلق اليوم ويمتد إلى يوم الاثنين المقبل بإذن الله تعالى. جاء هذا المؤتمر طبعا انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية الذي يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني أو الانتماء للوطن وبناء شخصية سعودية متزنة تتسم بقيم التسامح والوسطية والاعتدال. هذا المؤتمر عدد من الأهداف التي نعمل إن شاء الله تعالى تحقيقها، ونحن طبعا ممكنين إن شاء الله تعالى من هذه من هذا التحقيق بسبب هذا الدعم الكبير جدا من قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا المتابعة الدقيقة من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله بن يان، وأيضا إشراف ومتابعة دقيقة من معالي وزير من معالي رئيس جامعة الإمام فندق سيدة الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري. طبعا الأهداف التي تسعى إليها هذا المؤتمر بيان الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجامعات في تعزيز الانتماء. طبعا هذا سؤال عريض جدا وكبير جدا فيما يتعلق ما هو الدور الذي تقوم به الجامعات السعودية في تعزيز الانتماء الوطني، وخاصة أنه الجامعات السعودية اليوم تضم الجمهور المستهدف، لا هو جمهور الشباب، وهم ثروة هذا الوطن والذين من خلالهم ممكن تحقيق التنمية المستدامة لهذا الوطن، وأيضا الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الأعوام السابقة. نعم، لعل توقف هنا عند النقطة دكتور صالح، ودي نفصل أكثر. يعني وش الدور المتوقع اليوم من الجامعات في تعزيز قيم الانتماء والتعايش السلمي يمكن من خلال هذا المؤتمر؟ ما هي يمكن المخرجات اللي تتوقعون تحصلون عليها من خلال هذا المؤتمر تجاه دور الجامعات؟ طبعا حقيقة الجامعات ممكنة من هذا الأمر. اليوم فينا لا نتحدث عن ما هو دور الجامعات أو نحاول أن نصيغ يعني مبادرات للجامعات. الجامعات حقيقة هي تقدمت بهذا المجال من سنوات طويلة ولديها إسهامات كبيرة جدا في هذا المجال. هذا المؤتمر يحاول الوقوف على هذه التجارب ومحاولة لتقييم هذه التجارب، وأيضا محاولة للتعايش مع هذه التجارب بطريقة أنه ممكن للجامعات السعودية أن تستفيد من هذه التجارب. اليوم الجامعات السعودية لديها كثير من الممكنات من خلال المناهج الدراسية،
من خلال البرامج اللاصقية وأيضا البرامج الثقافية التي تقيمها الجامعات السعودية، خاصة وأن الجامعات السعودية اليوم لديها كثير من طلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات السعودية من جميع أنحاء العالم. وبالمناسبة اليوم افتتح معالي وزير التعليم معرضا يحتوي على ثقافات هذه الدول. الطلاب الدوليين الذين يدرسون في جامعة الإمام يشاركوا من خلال هذا المؤتمر في معرض يجسد هذا التعايش بين العراق وبين هذه الدول، قدموا ثقافاتهم. وهذه من الأشياء التي تسعى إليها الجامعات من خلال إقامة مثل هذه المؤتمرات الفعاليات صحيح. الفكرة واضحة. نعم، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك الدكتور صالح النزي، المشرف العام للإدارة العام للإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.